مرحبا بكم، نقدم لكم زوج كيفيات لتحضير الطمينة. هذه بالزبدة وفيها لمسة عصرية، والتزيين على حساب الذوق تاعكم، وهذه بالسمن، والتزيين كيما تاع بكري بالقرفة. نستعمل سميد الحرش، والكمية حوالي 500 غرام. نصيرو قبل باش يجيني على حبة، نحي كامل داك الحرش بزاف اللي بزيادة، نحطو بجهة. درك نحمسو المقلة، لازم تكون يعني السمك تاعها يكون شوية عريض كما هادي هكذا. اللي ما عندوش يحمسو في الطاجين، ما نستعملش كامل الكمية على مرة، نحمس بشوية على نار هادئة، ونقعد نخلط بالعقل كما راكم تشوفوا، ما نحبش حتى ياخذ اللون الذهبي. نفرغه في التبسي، خليه غير شوية يبرد. نحتاج ايضا 80 غرام تاع السمن و20 غرام تاع الزبدة، من احسن تكون تاع البقرة، و150 غرام تاع العسل، والقرفة للتزيين. نذوب السمن والزبدة، نحط عليهم العسل، يذوبو نحيهم من النار، ونحط عليهم 250 غرام تاع سميد محمص. نمسيو غير بشوية، الى قعد لنا السميد نخليوه، ما يلزمش تكون يابسة. نزيد شوية، ما نديروش الكمية على مرة، هكذا غير بشوية. نحطها في التبسي كما راكم تشوفوا، ونزوقها بالقرفة. هذه الطريقة الأولى. دوك نوريلكم الطريقة الثانية اللي زدت فيها اللمسة. نحتاج 100 غرام نتاع الجنجلة المحمس، و50 غرام نتاع اللوز، يكون مرحي في الخشين كما راكم تشوفوا. نخلط المكونات مع سميد المحمس، نذوب 150 غرام نتاع الزبدة، من الأحسن تكون زبدة تاع البقرة. نزيد لها 200 غرام نتاع العسل. الزبدة ما ذوبتهاش مليح، نحط عليها الخليط اللي خدمته تاع الجلجلان والسميد واللوز. هنا الكمية تاع السميد كاين 250 غرام، نخلط بشوية هكذا حتى نشوف هذيك الزبدة كامل ولات ما تبانش. نزيد شوية تاع السميد، نخلط، ما يلزمش تكون يابسة. دوك نفرغ الخليط في صحن، زينت الطمينة ببعض الحلويات، شوية قرفة وحلوة الترك، حبيبات تاع اللوز. نتوما ديروا هنا يعني التزيين على حسب الذوق تاعكم. هذه الطريقة الثانية، راكو شفتو الكيفية، ما راهيش حاجة واعرة. نتمنى تكون عجبتكم، وحتى يأتيكم الجديد اضغطوا على ابوني. شهية طيبة، وإلى اللقاء.